جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هناك أناس اتخذوا الرقية حرفة لهم ومجالا للتكسب المادي، هل من كلمة حول هذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هؤلاء يتقيدون بالضوابط الشرعية نعم فيرقون بالرقى الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية الشرعية، فلا بأس بأخذهم الأجرة على ذلك، كما ورد في قصة الصحابة الذين رقوا اللدير وأخذوا قطيعا من الغنم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما إذا كان هؤلاء يستعملون رقى غير شرعية ورقى مجهولة أو شركية، فهذا الأمر حرام، شرك بالله عز وجل، ولا يجوز الذهاب إليهم ولا تصديقهم، ويحرم ما يأخذونه من الأموال لأنه غير حق وفي مقابل محرم. وكون الإنسان يتفرغ للرقية ويجعل هذا مصدرا لرزقه، هذا أمر غير لائق، لكن كونه ينفع المسلمين ويكون قصد نفع المسلمين ودفع الشر عنهم، فهذا أمر محمود، ولو أخذ عليه شيء من المال لا بأس. أما أنه يتخذ هذا حرفة ومصدرا للتكسب، فهذا غير مرغوب فيه، لأن ذلك قد يجره بحكم الطمع بالأموال، يجره إلى ما لا تحمد عقباه من الرقى غير الشرعية، أو استعمال الأشياء المحرمة، أو الافتتان بالنساء، لأن أكثر من يأتي إلى هؤلاء من النساء، فيخشى عليهم من الفتنة، فتنة الشبهة بالعقيدة، وفتنة الشهوة بمخالطة النساء، فهذا أمر يجب الاحتياط فيه، ويجب وضع الضوابط الشرعية له وعدم التساهل فيه، وألا يترك المجال لكل أحد ولكل من هب ودب من المحترفين ومجهولي العقيدة ومجهولي العلم والورع، فإن هؤلاء يفسدون المجتمع باسم العلاج. فلا بد أن يكون الراقي معروفا بالعلم الصحيح وبالعقيدة الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة والورع والتقوى، لا بد أن يكون معروفا بذلك. وأما الحجامة فإنها طب نبوي، الحجامة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طب مجرب إذا جرت على أصولها وعلى الكيفية الصحيحة المعروفة عند أهل الفن فهي علاج طيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، أو إن كان الشفاء في شيء فهو في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، وأنا أكره النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجعل الحجامة من العلاج والطب المجرب الصحيح.